الأستاذة هند الضاوي الكاتبة الصحفية. بعد التحية لك أستاذة هند، إذا نشاط حافل للسيد الرئيس في العاصمة البلجيكية بروكسل، لقاء مع السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، هذه العلاقات المتميزة كما ذكرها شارل ميشيل التي تجمع بين الاتحاد ومصر، لأن مصر تعتبرها أوروبا هي همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي. إذا هذا الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا هو عنصر معزز لهذه العلاقات المصرية الأوروبية. تفضلي. بعد التحية لحضرتك وللمشاهدين، بالطبع مصر لديها علاقات تاريخية مع الاتحاد الأوروبي، مصر لها ثقل سياسي واقتصادي وجغرافي، وبالتالي يعني يعتمد عليها اعتماد كامل في المنطقة في كافة الملفات والتحديات وحتى المشاريع المشتركة. مصر لديها دور بارز جدا في كافة مناطق الصراعات التي تعاني منها المنطقة، من حيث تلعب دور الوساطة من أجل تهدئة الصراعات وحتى تمهيد الأرض لاستعادة الدول الوطنية وإنشاء المشروعات الكبيرة وتحقيق التنمية. مصر مرت بتجارب كثيرة منذ عام 2011، مصر الوحيدة في المنطقة التي استطاعت أن تتجاوز هذه التحديات وحدها بالشراكات مع الدول الكبرى منها الاتحاد الأوروبي ومنها روسيا والصين وغيرها من الدول، وتحقق تنمية ملموسة على كافة مناحي الحياة. يعني ليس فقط أتحدث عن الوضع السياسي، أتحدث أيضا عن الوضع الاقتصادي والوضع الأمني. مصر لديها تجربة فريدة في مكافحة الإرهاب، وبالتالي دائما الاتحاد الأوروبي يعطي مثال بمصر. الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية كلها تعتمد على مصر اعتماد كامل في مواجهة الهجرة غير الشرعية التي تأتي من أفريقيا. صحيح، وهذا ما أشاد به السيد شارل ميشيل، أشاد بجهود مصر وتجربتها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. المعادلة المصرية مختلفة عن كل ما يحدث حولنا، لأن الدولة الوحيدة التي لها ثقل سياسي وحضاري واقتصادي وتحترم كافة مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي هي مصر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتالي هي النموذج دائما الذي يصدره الاتحاد الأوروبي لكل دول العالم، سواء كان في منطقة الشرق الأوسط أو حتى في إفريقيا، على أنها نموذج فريد استطاعت وحدها بالاعتماد على مؤسساتها الداخلية في تحقيق تنمية واستقرار ملموس من كل دول العالم. طبعا بالإضافة إلى الدور الكبير اللي بتلعبه مصر في ملف ليبيا من أجل تهدئة الصراعات، من أجل دعم العملية السياسية وخارطة الطريق واستقلال الدولة ومساعدة ومساندة القوات المسلحة الليبية على تخطي الصعاب، وألا تتحول ليبيا لبقعة جغرافية أو بقعة تتمركز فيها بقايا الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. الأمر نفسه في سوريا، مصر كان لها دور يعني رائع في فكرة تهدئة الصراع وإعادة دمج سوريا في المجموعة العربية وأيضا المجموعة الدولية، وكذلك في حرب اليمن ودعم أمن المنطقة الخليجية ومساعدة الدول الإفريقية على تحقيق التنمية ويعني مواجهة التحديات الأمنية خاصة في دول الساحل والصحراء. بالإضافة أيضا للاستراتيجية العاقلة الناضجة المصرية في التعامل مع تحدياتها الخاصة مثل ملف سد النهضة وملف الحدود في ليبيا وحتى دعم الأشقاء في السودان من أجل تخطي الصعاب والوصول لمرحلة الاستقلال السياسي والأمني. وبالتالي الاتحاد الأوروبي لن يجد أفضل من مصر لكي يعتمد عليها اعتماد كامل في كل هذه الشراكات. وهذه يعني العلاقات تم يعني تعزيزها بفكرة التعاون المؤسسي بين الجانبين على المستوى السياسي والاقتصادي والتنموي. يعني الحقيقة أنه مصر يشيد بها الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وتهدئة الصراعات، ولكن أيضا هناك تعاون كبير جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أيضا. أستاذة هند، طبعا إذا نظرنا إلى التقارير التي تخرج عن صندوق النقد الدولي أو حتى عن البنك الدولي أو حتى عن المؤسسات الاقتصادية في أوروبا، كلها دائما تشيد بالتجربة المصرية من خلال زيادة معدلات التنمية. يعني في نهضة يعني البناء في مصر ومشروعات عملاقة وإعادة تأهيل للبنية التحتية لجذب الاستثمار، بالإضافة أيضا إلى أن مصر وفرت بيئة تنموية قوية. مشروع مصر 2030 رؤية مصر رؤية مصر للتنمية المستدامة وحتى مساعدة الدول العربية كالعراق وإنشاء مشروعات استراتيجية مع العراق والأردن وأيضا مع كثير من المحاور في شمال إفريقيا، مثلا ما يحدث مع تونس ومع الجزائر.
وبالتالي أعتقد أنها الاستراتيجية شاملة، بمعنى أن مصر يعني حين صاغت الاستراتيجية الخاصة بها داخليا وخارجيا كانت شاملة وتعمل بالتوازي في كافة القطاعات، سواء القطاع الاقتصادي، الأمني، العسكري، وتعزيز القوة العسكرية المصرية للردع وفرض القانون. وبالتالي الاتحاد الأوروبي حاليا حين يتحدث عن أي أزمة في منطقة الشرق الأوسط أيا كان نوعها، سياسية، أمنية، عسكرية، اقتصادية، يتحدث عن الشراكة مع مصر ويخاطب مصر باعتبارها العنوان الأعرض والأكبر لمنطقة الشرق الأوسط وحتى لإفريقيا حاليا. وشاهدنا يعني القمم المشتركة التي ساهمت مصر في صياغتها ما بين إفريقيا وما بين الصين وما بين إفريقيا وما بين روسيا وما بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي. نعم، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل أستاذة هند الضاوي الكاتبة الصحفية.